اهلا بكم مشاهدينا، متواصلين معاكم من خلال ظلال الاصيل. وفي هذه المره مشاهدينا احدى الفنانات الشابات المميزات اللي هي دخلت المجال الفني والغنائي عبر مجموعه من الاغنيات وعبر مجموعه من التحديات كذلك، ويمكن استطاعت ان تجعل لها مكانه في الاغنيه السودانيه الشابه. سعيدة جدا أن ألتقي بالشابة والفنانة المميزة رمان موسى. أنا بحييكي وبقول لك مساء الخير، نورتينا. يا هلا بك منى، مساء النور بينكم. جاية من أم درمان. من أم درمان الثورة. أيوة. ثورات بعيدة من هنا. يعني. إحنا حنتعرف عليك أكثر رمان، وحنتعرف على كل الأغنيات اللي ممكن تقدميها وأنت بتين بديتي الغنى، لكن نهدي المشاهد في البداية. عمل هتقدمي شنو؟ هقدم أغنية أنا من صفات مسحور حغيبة. إن شاء الله بسمع. إن شاء الله. Oh,
شكرا لهذا الجمال وشكرا لهذا الأداء وإعادة مجد الكبريات من أغنيات الجميلة أو يعني هذا المجد المختلف، أغنيات جميلة ومختلفة وفيها إعادة. يعني أنا دائما بقول إنه دي مجايلة لما فنانة شابة أو فنان شاب يغني غنى الحقيبة. يعني أنا سعيدة بك، شكرا للأداء، وكلمين عن رمان، هي بتيم يعني بدأت تغني واكتشفت موهبتها. والله بديت من نجوم الغد، كانت دوبعة 2010. بعد ذاك يعني اشتغلت في المجال، وبعد ذاك عملت غنى خاص، اشتغلت في الحفلات، في كده محافل سفر، عملت غنى خاص الحمد لله. عندك مشاركات خارج السودان؟ ايوه. كلمينا عن المشاركات دي. والله كان للجالية اللي هم الشباب اللي بيدرسوا في الهند، كمان للجالية السودانية في الإمارات، كمان في تركيا، في كم يعني. وانت بديت الغنى كده من نجوم الغد يعني، وبعد المشاركات دي حسيتي انه في فرق في الأداء، في تحسين، في تطوير في الغنى؟ والله الزول ايوه شوية، كل ما العمر يمشي والتجارب تزيد بتعلم شوي اكتشف حاجات جديدة. منو اللي اكتشفك؟ والله اكيد كنت بتغني في المدرسة زمان. كنت بغني في المدرسة ايوه. بعد ذاك في الثانوي وقفت، كان في الأساس في الثانوي وقفت، من الجامعة برضو جامعة الخرطوم كلية التربية عندنا منشط ثقافي، بعدين نجوم الغد. لكن ما كان عندك فكرتين انك تشاركي في غنى المجموعات؟ يعني ناسي مؤخرا في كورال، اي جامعة تلقي عندها كورال مثلا. ايوه صح. ايوه الكورال حلو، لكن يعني انا بحب الغنى الفردي. حنسمع شنو تاني؟ حنسمع اغنية خاصة كلمات والحان مهاب الكاهلي، قليبي هوي حين علي. تمام نسمع. خربوك لي كلابي يا اخوي، هاي سلام اتغيرت، بقيت ما تمام ناس الدنيا، خربوك لي ما كنت بتخاف الملام لهالليلة، ما بتسمع كلام ناس الدنيا، خربوك لي كباب ناس الدنيا، خربوك لي ويا حلال النجم غاب فيك ضيعته عمر الشباب، ناس الدنيا خربوك لي
فيهم وراك ناس الدنيا خربوك لي ما كنت واقف بس براك هل غيرك هل جاك ناس الدنيا خربوك لي حبك شرف ناس الدنيا خربوك لي لو لك هويت آخر كلام انت بسكة وانا في درب ناس الدنيا خربوك لي التجربة الخاصة تجربة جميلة يعني ودائما بتدي الفنانين الشباب دعم يعني وقليل جدا أنا ألقى فنان شاب يكون عنده اهتمام بأنه يكون عنده عدد من الأغنيات الخاصة. أول عمل خاص ده اللي أنت غنيتيه ده آخر عمل خاص حتى لسه ماستر ما نزل. أول عمل خاص أغنية اسمها ارحمني يا جافي 2012. مين اللي بيدعمك في التجربة بتاعتك الفنية؟ والله الأصدقاء الوالدة ناس البيت يعني كده. دائما يعني احنا في المجال بتاعنا الغنائي في اتهامات كثيرة كده بتواجه الفنانين الشباب. دائما بنلقى انه ما في احتفال كبير بهم يعني في بعض المحافل. بتفتكري السبب شنو يعني؟ ما في احتفال بينهم؟ بهم يعني ما في احتفال بين بالفنانين الشباب او بتجاربهم. والله يعني مؤخرا كده شايفه انه العلاقه بينهم بقت احسن كده. بتلاقوا في مثلا مجاملات بعض اعراس بعض بتلاقوا في محافل شايفه انه العلاقه ماشيه كويسه. المجتمع برضو كيف بيقبل الاغنيات يعني عشان انا اقدم له منتوج انا قدمته هسه زي اعمالك الخاصه الجميله دي؟ المجتمع حسب فئات المجتمع. الفئات الشباب بيسمعوا أغاني سريعة مثلا الفئات العمرية الأكبر شوية بيسمعوا أغنى كبير. أنت بتحاول ترضي كل الأذواق. وفي حتة أنك دائما تغني من الحقيمة دي أساسية يعني جميلة شديد. أيوة بتوصلك أكثر وأسرع للمستمعين. أيوة أو كذا. طيب حنسمع عمل تاني حنسمع من الحقيبة ولا حنسمع خاص؟ لا حنسمع خاص. حنسمع أغنية قصة الما بيعديل هوايا كلمات والحان الأستاذ عاصم عقيل له التحية من هنا. له التحية. دوام ينفع معايا عشان يكون سعادتي ما يبقى
في خشي جوطة ما يخليني ساعة أرجاه مشحوطة ما داير حبيب عينين مواعيده مظبوطة ما بيعدي هوايا صراحة. وكل الكادر الموجود الآن عبر ظلال الأصيل، أنا عرفت أنك أنت رجعتي ثاني تدرسي الجامعة يعني. أيوة صح، كان واقفة بسبب ظروف والشغل وكده، لكن الحمد لله رجعت. قدرتي توفقي؟ ما هو الشغل ده ثبتك شوية من الجامعة. والله هو صعب التوفيق، لكن قاعدة أحاول يعني. ما تدرسي شنو؟ بدرس تربية كيمياء بجامعة الخرطوم. رجعت يعني كنت واقفه زمن طويل فتره، ف في سنه كم يعني او فاينل رابعه. نتمنى لك التوفيق. علوم كيمياء يعني بتدرسي؟ تربيه كيمياء. تربيه ايوه. علاقه بعيده بينه وبين الغنى خالص يعني. علاقه بعيده خالص. كيف بيكون الاجواء يعني؟ كيف الاصدقاء او الزملاء في الجامعه بيدعموك وبيقفوا معاك؟ كيف انت بتحكي لهم عن التفاصيل؟ والله هو مجتمع تربيه الخرطوم بصوره عامه كده مجتمع جميل جدا، انا بحييهم من هنا، فبيدعموا بعض وبيقفوا مع بعض وجميلين خالص. اليوم التحية والتقدير، وليك انت كمان التحية والتقدير. واكيد كل مشاهدينا بتواصلوا معنا، احنا حنطلب منك عمل، انا ما عارفه اقول لك اخير ولا نطلب عمل ونشوف بعد ذاك الاخوه في الكنترول حيقولوا شنو. هتقدمي لنا شنو؟ حقدم اغنيه ود العم، كلمات والحان على الدين الجاك، اللي هو التحية من لك. التحية والتقدير. تسلم
برجاك وصلوا ما هما بس لين برجاك وصلوا ما هما لو تقول بهواك تسلم عمري شيلوا معاك معاك كسلم يا ود العم انت زيك كم كم تسلم تصيد الراي للكرم حاي تصيد الراي للكرم حاي مطعن جاي تسلم تلي براي براي تسلم يا ود العم انت زيك كم تسلم خوف ديما لي عطوف ما في منا خوف ديما لي عطوف نكتب احلى حروف تسلم بينا ما في ظروف ظروف تسلم يا ود العم انت زيك كم تسلم تشهد الأيام فيك ما في كلام تشهد الأيام فيك ما في كلام تبدت الأحلام تسلم والعريس أقسام تبدت الأحلام والعريس أقسام تبدت الأحلام والعريس أقسام يا ود العم تسلم انت زيك كم تحية لك وتقدير وأود العم لي والتحية أيضا أولاد العمومة يعني في كل مكان والاحتفاظ بهذه العادة يعني زواج بنت العم وود العم جميلة جدا أنت مع الفكرة دي؟ معاها أيوة يعني هسه لو جاك ود العم ما عندك مشكلة طبعا على الهواء كده غايته أديت إجابة مباشرة لك التحية والتقدير وإحنا في ختام الحلقة دي بنتمنى لك التوفيق جديد شنو يعني إن رمان والله الجديد شغالة في 3 أعمال خاصة بالإضافة للأغنية الجرار اللي قبل شوية إن شاء الله ينزلوا قريب عملتي حاجة للمرأة؟ والله لا لسه قضية يعني كقضية لا لكن إن شاء الله حاجة وطنية برضو لسه لكن إن شاء الله منتظرك الكثير يعني منتظرك الكثير شكرا لحضورك معنا نتمنى لك التوفيق وسداد دائما في الجامعة في مجالك دو الشرطة تقدري توفقي بيناتهم الاثنين ورمان موسى احنا سعيدنا بيكي وفي الختام كده هتختمي لنا الحلقة بأغنية هنسمع شنو حاجة مسموعة شكرا لك وشكرا لإدارة الغناء وللفرقة الجميلة هنسمع حاجة خاصة بحاج بن هلال مرسوم لكلمات والحان سنود عيسى شكرا لكم مشاهدينا يمكن دي كانت حلقة اليوم من ظلال الأصيل جبنا وتطوفنا في موضوعات مختلفة قدمنا لكم من خلال اليوم يمكن بداية حلقتنا كانت مع السفير السابق الدبلوماسي كرم الله أحمد وتحدث عن تجربته الشعرية والدبلوماسية وكذلك الأستاذ عاصم علي العبيد وتحدث عن واحدة من الأنشطة الرياضية المهمة جدا التي تعتمد على الذكاء والمهارة لعبة الشطرنج وأخيرا ختمنا بفنانتنا الشابة رمان موسى شكرا لكل التيم العام اللي رافقنا من خلال هذه الحلقة جديد وحلقة مميزة ابقوا معنا
غزال لو قصر الزمن او طال كيف اسيب كسيب رادي بلال مرسوم ان الغيام تقول ما بسيب لو زابني بسيبه لو سامي.